يجيب طفل وحده خويا في الحرام، ولكن الامهات في البيوت شكون يحميهم؟ لما تفتحوا 8000 بيت دعاه غير في العاصمه، غير في العاصمه، غير في العاصمه بلا ميكي، 8000 بيت دعاه. واسمعوني واش راني نقول لكم، بكري يكون نصيب اطفال في المزابل يشبهونا احنا الجزائريين، طفل ديزالجيريا. الان راني نصيب اطفال في المزابل عينوا هكذاك عيون تاع الصينيين واجناس اخرى. الان 8000 بيت دعاه في العاصمه فقط، كيف ما ينتشرش السيدة؟ كيف ما تنتشرش الأمراض الخبيثة وهي وصلت حتى إلى البيوت؟